أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل أن لا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. إنه الصحابي المشهور بشجاعته وكرمه ونقاء قلبه، سماك بن أوس بن خرش الأنصاري، ويكنى بأبي دجانة من أشجع رجال الصحابة. كان له الأثر الواضح في أصعب معارك الإسلام، هو درع النبي إذ كانت له عصابة حمراء يعلم بها في الحرب عرفت باسم عصابة الموت. وكان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، وهو الذي أخذ السيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا السيف؟ فأخذه قوم فجعلوا ينظرون إليه، فقال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، فقال أبو دجانة سماك: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق هام المشركين. بطولات الصحابي الأنصاري أبو دجانة لم تتوقف، بل امتدت إلى أغلب غزوات النبي، وبعدها المواقع والفتوحات العديدة في عهد سيدنا أبو بكر. فقد حضر الصحابي الجليل معركة اليمامة وانكسرت رجله في اقتحامها، ولكنه رغم ذلك ثبت في القتال وأبلى يومها بلاء حسنا حتى استشهد فيها، ليعلمنا من سيرته الثبات والمبادرة والحزم والشجاعة.